عادي جراكة وبدأ يشتغل بالشراكة. نعم أبو سلطان ما يحتاج لا سلطان لا الحمد لله إن شاء الله. بداية نقول مبروك الجميع لافتتاح المدرسة اليوم بحضور سعادة الأخ سامح يدب اللي قمنا بافتتاح المدرسة سويا وتدشينها رسميا، وإن شاء الله هي مدرسة تكون نواة لمدارس العالمية لمختلف الأعمار، وخاصة أنها بشراكة أمريكية بمناهج متطورة ببيئة عالمية وتجهيزية على أحدث مستوى، ونهدف من خلالها أنها تكون نموذج للشراكة الحقيقية مع وزارة التعليم في كثير من المراحل والمدارس بكافة تخصصاتها. فأشكر القائمين عليها، أشكر من جميع من اشتغل واجتهد، ونطلع إن شاء الله إلى مزيد من النجاح إن شاء الله. I would like to say that I'm very impressed by the quality of the work that I've experienced so far at the Al-Hoqair education. And as you know, Finland is one of the world's leading in education by all the international indicators, and we are currently under discussion what can we do together in order to share these expertise also with Al-Hoqair.